الاخ صفيه البطولات المدرسيه دائما اتغنى بيكم انتوا يا رياض المدرسيه. برعايه كريمه من معالي وزير التربيه دكتور ابراهيم نامس الجبوري تخم مديريه عامه التربيه الرياضيه والنشاط المدرسي والكشفي بطوله كره السله المرحله الثانويه بمشاركه 9 مديريات. سعيدين جدا بتواجد تربيه نينوى في هذه البطوله. تربيه نينوى لها باع طويل في الرياضه النسويه، وسعيد اكثر بالتفاعل الموجود بين مديريات بغداد الستة مع محافظة الثلاثة مع مديرية عام التربية الرياضية. هدفنا هو الاهتمام بالرياضة النسوية. مثل ما تعرفون الرياضة العراقية رافد مهم من روافدها هي الرياضة المدرسية، ولهذا الرياضة المدرسية تتركز على اغلب الفعاليات الرياضية، ومن ضمنها الاتحادات المركزية الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم. اليوم شهر 11 اختارينا هذا التوقيت بتفعيل بطولة الإعداديات المرحلة الإعدادية على قاعة نادي كرخ الرياضي وقاعة كرخ الأولى. إن شاء الله البطولة الهدف منها هي بطولة تنشيطية والجميع فائزين إن شاء الله تعالى. محمد إبراهيم عبودي مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية. حضرنا اليوم 10/11 إلى العاصمة بغداد للمشاركة في سباقات منتخب تربيات العراق لكرة السلة ثانوي بنات، وحضرنا الاجتماع الفني، وكان عدد الحضور لمنتخبات تربية 10 تربيات بغداد وبصرة وديالة ومحافظة نينوى. فإن شاء الله نتوقع حسب متابعاتنا والمشرف لكرة السلة إن شاء الله نتحدث متقدمة في هذه البطولة. صلاح الياس قاسم مدير النشاط الرياضي والكشفي.